السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في التمرين رقم 4 من سلسلة تمارين نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين. في التمرين رقم 4 التمرين يقول: حل باستعمال طريقة التعويض النظمات الآتية. إذا ماذا يعني حل نظمة معادلتين من الدرجة الأولى؟ يعني إيجاد جميع الأزواج X Y التي تحقق طبيعة حل جميع الأزواج إن وجدت التي تحقق المعادلتين معا، يعني كنلقاو واحد الزوج او عده ازواج اللي كيحقق لي المعادله الاولى والمعادله الثانيه. ناخذ مثلا النظمه اللي عندنا، اذا ناخذ الزوج 01، اذا غادي نشوف المعادله الاولى. اذا الزوج 01 كنعوض اكس بصفر وكنعوض ايكغيك بواحد، إذا يجمعناهم كيعطينا واحد، إذا الزوج يحقق المعادلة الأولى. نشوف دابا واش غادي يحقق لي المعادلة الثانية. إذا إكس كنعوضها بصفر ناقص واحد تساوي ماذا؟ ناقص واحد. هنا عندنا واحد، إذا تخالف واحد، وبالتالي الزوج 01 لا يحقق المعادلة الأولى. إذا الزوج 01 ليس حلا لهذه النظمة. إذا واخا حل المعادلة الأولى راه ماشي حل المعادلة الثانية. الآن الزوج 4-3، نشوف واش غادي يحقق المعادلة الأولى. إذا 4 كنعوضو إكس بـ4 ويكريك بـ3 كتساوي 7، إذا ما كتساويش واحد، تخالف واحد، وبالتالي الزوج 4-3 لا يحقق المعادلة الأولى. بالنسبة للمعادلة الثانية، إذا 4 ناقص 3 تساوي واحد، إذا يحقق المعادلة الثانية. إذا الزوج 4-3 حل للمعادلة الثانية وليس حلا للمعادلة الأولى. إذا الزوج 4-3 لا يحقق النظمة، بالتالي هو ليس حلا للنظمة. الآن الزوج 0-1-0، 1-0 نعوضه في المعادلة الأولى غيجينا 1-0، إذا كنعوض إكس بالأفصول ويكريك بالأرجوب تساوي 1، إذا معادلة محققة. كذلك بالنسبة للمعادلة الثانية، 1-0 تساوي 1، وبالتالي المعادلة محققة. إذا الزوج 01 حل للنظمة، لأنه حل للمعادلة الأولى وحل للمعادلة الثانية، وبالتالي فهو حل للنظمة. الطريقة المستعملة بالنسبة للمستوى الثالث إعدادي يتم استعمال طريقتان. طريقة كتسمى طريقة التعويض، والطريقة الثانية كتسمى طريقة التأليفة الخطية. إذا في هذه الحصة غنستعمل طريقة التعويض. شكون تعني طريقة التعويض؟ في المعادلة كيكون عندنا مجهولين، كيكون عندنا إكس ويكريك، إكس إكريك في معادلتين بجوج. إذا في طريقة التعويض كناخد معادلة إما الأولى ولا الثانية وكنحسب إكس بدلالة إكريك. إذا كنحسب إكس والشيء الآخر كنردو للطرف الثاني، مثلا هنا غتجينا 1-إكريك، والمعادلة الثانية كنخليها كما هي، وفي الخطوة الموالية كنعوض إكس بالقيمة ديالها في المعادلة الثانية. إذا إكس شنو كتساوي؟ 1-إكريك. إذا المعادلة الأولى كنخليها كما هي، والمعادلة الثانية فيما لقيت إكس نعوضها بالقيمة ديالها. إذا غتجينا 1-إكريك تساوي 1. إذا في هذه المعادلة الثانية بقى عندي غير مجهول 1، وبالتالي كيمكن لي نحسبو بسهولة. إذا عندنا 1-إكريك يعني هي 1-2إكريك تساوي 1. في المعادلة الأولى راه مازال عندي جوج ديال المجاهيل، إذا كنخلي المعادلة الأولى كما هي. وفي المعادلة الثانية عندنا 1-1 يعني بشاس، واحد كنديه كيولي ناقص 1، إذا ناقص 2إكريك تساوي 1-1 أي تساوي 0، أي أن إكريك تساوي 0 وإكس تساوي 1-إكريك. إذا لقينا إكريك كنرجع نعوض إكريك بالقيمة ديالها اللي هي 0 في المعادلة الأولى. إذا
إكس تساوي واحد ناقص صفر اللي هي واحد، وإيكغيك تساوي صفر. إذا إحنا لقينا إكس ولقينا إيكغيك، إذا الزوج واحد صفر هو حل هذه النظام. إذا هذه الطريقة باش كنستعملو باش كنحلو النظام باستعمال طريقة التعويض. إذا ندوزو دابا المثال الأول ديالنا، إذا اللي نحلو النظام باستعمال طريقة التعويض. إذا دائما كنحسب كناخد إما المعادلة الأولى أو الثانية وكنحسب إكس بدلالة إيكغيك. دائما نحاول نقلب نستعمل المجهول اللي كيكون المعامل ديالو، نقول المعامل ديالو كيساوي لنا واحد. هنا عندنا واحد إكس، معامل واحد اللي كيكون مكتوب هنا واحد إكس، وهنا عندنا واحد إيكغيك. إذا شنو غادي ندير؟ هذه المعادلة تكافئ، أو هذه النظمة تكافئ ماذا؟ إذا المعادلة الأولى غادي نخليها كما هي، ثلاثة إكس ناقص جوج إيكغيك ناقص واحد تساوي صفر. في المعادلة الثانية غادي نحسب إكس بدلالة إيكغيك، إذا إكس تساوي إيكغيك غادي دير الطرف الثاني غترجع ناقص إيكغيك ناقص جوج. إذا حسبنا إكس بدلالة إيكغيك، إذا شنو غادي ندير؟ غادي نعوض إكس بالقيمة ديالها في المعادلة الأولى. إذا ثلاثة إكس غادي نعوضها باش بناقص إيكغيك ناقص جوج، إذا هي ناقص إيكغيك ناقص جوج ناقص جوج إيكغيك ناقص واحد تساوي صفر. إذا المعادلة الأولى بقى لي فيها غي مجهول واحد، وبالتالي غيمكن لي نحسبو بسهولة. في المعادلة الثانية غادي نخليها كما هي، إيكغيك إكس تساوي ناقص إيكغيك ناقص جوج. إذا تكافئ ماذا؟ إذا نديرو النشر، ثلاثة في ناقص إيكغيك يعني هي ناقص ثلاثة إيكغيك، ثلاثة في ناقص جوج ناقص ستة، ناقص جوج إيكغيك ناقص واحد تساوي صفر. المعادلة الأخرى غادي نخليها كما هي، إذا تكافئ. إذا غنحسبو ناقص ثلاثة إيكغيك ناقص جوج إيكغيك هي ناقص خمسة إيكغيك، ناقص ستة ناقص واحد هي ناقص سبعة، ناقص سبعة ندير الطرف الثاني للمعادلة غترجع سبعة. إكس تساوي ناقص إيكغيك ناقص جوج، إذا إيكغيك تساوي ماذا؟ إذا ناقص خمسة، عندنا جودة كندير الطرف الثاني يعني كنقسم عليها، كترجع سبعة على خمسة، إذا ناقص سبعة على خمسة. وإكس تساوي ماذا؟ إذا مادام لقيت إيكغيك كنعوضها بالقيمة ديالها، عندنا هنا ناقص إيكغيك كنعوضها باش بهذا العدد اللي لقيت، إذا هي ناقص إيكغيك كنعوضها بناقص سبعة على خمسة ناقص جوج. إذا إيكغيك حنا لقيناها، ودابا غيمكن لي كذلك نلقى إكس. إذا إكس تساوي ماذا؟ ناقص ناقص هي زائد، إذا سبعة على خمسة ناقص جوج. إذا خصني نوحد المقامات، إذا هاديك ناقص جوج راه هي مادام المقام موحد خمسة، إذا ناقص عشرة على خمسة، عشرة على خمسة راه هي جوج. إذا إيكغيك تساوي ناقص سبعة على خمسة، وإكس تساوي ماذا؟ سبعة ناقص عشرة هي ناقص ثلاثة على خمسة. إذا لقينا الحل، إذا الزوج لأنه مكون من عددين، إذا الزوج إكس اللي هي ناقص ثلاثة على خمسة وإيكغيك اللي هي ناقص سبعة على خمسة هو حل لهذه النظمة. ويمكن لي ندير الحل على الشكل هذا، إس تساوي يعني لا سوليسيون تساوي، كندير بين واحد اللامة وكندير الحل يعني ناقص ثلاثة على خمسة ناقص سبعة على خمسة وكنسد اللامة. طريقة الحل دائما خصني نتأكد من هذا الحل، من هذا الزوج واش هو حل، يعني ربما نكون لصقت بخطأ أو شي حاجة. إذا للتأكد فكنرجع للمعادلتين وكنعوض إكس وإيكغيك بالقيم ديالهم، وخصني نلقى بأن المعادلتان محققتان. طبيعة الحال هادشي كنديرو في الوسخ ماشي في ورقة التحرير. الآن ندوزو للحالة الثانية، إذا بنفس الطريقة غادي نستعمل طريقة التعويض. إذا
يمكن لي نخدم على المعادلة الأولى أو الثانية. دائما كنحاول نشوفوا يعني المجهول اللي كيكون المعامل ديالو كيساوي واحد، دونك هنا يمكن لي هنا عندنا واحد إكس، إذا يمكن لي نخدم المعادلة الثانية، هنا عندنا ناقص إيكغيك، كذلك راه يمكن لي نخدم المعادلة الأولى. إذا نخدموا المعادلة الثانية، إذا كنخلي المعادلة الأولى كما هي، وفي المعادلة الثانية غنحسب إكس بدلالة إيكغيك. إذا إكس تساوي إيكغيك ندير هيه، إذا عندنا جوج إيكغيك غتولي ناقص جوج إيكغيك. هنا كندير تكافئ ناقص خمسة، إذا تكافئ ماذا؟ إذا لقينا إكس بدالة إيكغيك، إذا كنعوض إكس بالقيمة ديالها فين؟ في المعادلة الأولى. إذا جوج كنعوضها باش، إذا جوج إكس، إكس شنو هي؟ ناقص جوج إيكغيك ناقص خمسة تساوي، أو ناقص إيكغيك تساوي واحد. وفي المعادلة الثانية كنخلي أمور كما هي. إذا دابا في المعادلة الأولى لقينا إيكغيك، يعني بقات لي غير إيكغيك، يعني كيمكن لي ننشر ونحسب القيمة ديال إيكغيك. إذا اثنان في ناقص اثنان إيكغيك هي ناقص اثنان إيكغيك، اثنان في ناقص خمسة هي ناقص عشرة، اثنان في أو ناقص إيكغيك تساوي واحد. المعادلة الثانية عندنا إكس تساوي ناقص جوج إيكغيك ناقص خمسة، إذا تكافئ، إذا ناقص اثنان إيكغيك ناقص إيكغيك هي ناقص ثلاثة إيكغيك، ناقص عشرة كنديها للطرف الثاني كتولي عشرة زائد واحد، وعشرة زائد واحد هي إحدى عشر. إكس تساوي ناقص جوج إيكغيك ناقص خمسة. إذا في المعادلة الأولى راه كنلقى إيكغيك، إذا إيكغيك هي ناقص حداش على ثلاثة. في المعادلة الثانية دابا لقينا إيكغيك كنعوضوها بالقيمة ديالها، إذا إكس تساوي ناقص جوج، جوج ماذا؟ إيكغيك، هادي إيكغيك هادي كنعوضها باش ناقص حداش على ثلاثة، إذا ناقص حداش على ثلاثة ناقص خمسة. إذا إيكغيك تساوي ناقص حداش على ثلاثة، و إكس تساوي، إذا كندير الجداء، ناقص جوج في ناقص حداش على ثلاثة، إذا هي ناقص في ناقص زائد، إذا هي 22 على ثلاثة ناقص خمسة. خصني نوحد المقامات، إذا المقام واحد هو ثلاثة، إذا نضرب خمسة في ثلاثة يعني ناقص خمسطاش على ثلاثة. إذا إيكغيك تساوي ناقص حداش على ثلاثة، و إكس تساوي ماذا؟ إذا 22 ناقص 15 هي 7 على 3. إذا لقينا الحل، إذا الزوج دائما كندير إكس إيكغيك، الزوج ماذا؟ 7 على 3 ناقص 11 على 3 هو حل هذه النظمة.